واحدة بتقول: يا أبي أطلب منك المشورة في موضوع خاص بحياتي، فأنا آنسة متقدم لي شاب ظروف عمله في شرم الشيخ، فحياته هناك بطبيعة عمله يمضي 45 يوم هناك وأكثر ويأتي إلى القاهرة، عايز يتجوز عن طريق المراسلة. شوف يا بنتي، اتجوزوا وعيشوا سوا مع بعض في شرم الشيخ، ايه اللي يمنع؟ يشوف لك سكن هناك وتعيشي معاه في شرم الشيخ، لكن انت تقعدي هنا وهو يسافر بالخمسة واربعين يوم اجازة من بيت الزوجية ويرجع يومين ثلاثة، وكلام مش معقول يعني. انا من رأيي تشوفوا لكم سكن في شرم الشيخ وتعيشوا